بحث وزير الصناعة زياد صباغ خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمقر المؤسسة في حلب واقع الإصلاح الإداري فيها وإعداد الهياكل التنظيمية للمديريات وخطط المؤسسة الاستثمارية والأولويات والاحتياجات المطلوبة للعام القادم، وطالب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بزيادة الكادر البشري المؤهل وتنفيذ الإصلاح الإداري في المفاصل والاستفادة من فائض العمال من شركات ومؤسسات القطاع العام والاسراع باصدار تسعيره محصول القطن واكد صباغ اهميه التحضير الجيد لحلج موسم القطن الحالي وتفعيل مبدا الزراعه التعاقديه للمؤسسه كاحد مخرجات مؤتمر القطن. كشف المدير العام للمصرف العقاري الدكتور مديان علي عن انخفاض عدد الملفات التنفيذيه للقروض المتعثره الى 11,206 ملفات. من أصل 66 ألف ملف في عام 2018 مبينا أن الملفات الخاصة بالقروض التي تقع ضماناتها في المناطق الساخنة ويصعب التنفيذ عليها وبيعها بالمزاد العلني تبلغ أكثر من ألف ملف وبحسب المدير العام فإن العمل جار حاليا على إغلاق كامل ملفات القروض المتعثرة في المناطق الساخنة بشكل متواتر قالت وكاله فيتش للتصنيف الائتماني ان الطريق لا يزال صعبا امام لبنان للخروج من وضع التخلف عن الوفاء بالتزاماته السياديه بالنظر الى النتائج غير الحاسمه للانتخابات البرلمانيه في البلاد في حين اقر مجلس الوزراء اللبناني المنتهي ولايته خارطه طريق للتعافي المالي خلال جلسته الاخيره الاسبوع الماضي قبل الانتقال الى وضع تصريف الاعمال وتتضمن الخطه الغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعمله الاجنبيه تجاه البنوك التجاريه وحل البنوك غير المؤهله للاستمرار بحلول نوفمبر تشرين الثاني. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يسمح بدفع التزامات لاصحاب الحقوق الاجانب بالروبل. وذكرت قناة آرتي الروسية أن المرسوم ينص على أن يتم دفع التعويضات وسداد المدفوعات المتعلقة بممارسة الحقوق الحصرية وحمايتها للأجانب عن طريق تحويل الأموال إلى حساب خاص بالروبل في سياق آخر أعلن الرئيس الروسي أن المفاوضات جارية بشكل نشط لإبرام اتفاقيات تجارة حرة كاملة مع إيران مشيرا إلى أنه ينبغي تكثيف مفاوضات مماثلة مع مصر وإندونيسيا والإمارات أعلنت الولايات المتحدة تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة كوفيد-19 من رسوم جمركية عقابية حتى تشرين الثاني، ويأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه الرئيس جو بايدن لضغوط لإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018. ومدد الاستثناء ستة أشهر إضافية بعدما كان من المقرر أن ينتهي